صراحة شيء مؤسف لهلا حصلنا نحن أهل سوريا، وخاصة إني يعني مؤسف إني اضطرينا نقطع البحور ونقطع بلاد أوروبية لنوصل لألمانيا. بعض الأحيان بظن إني خطأ إني طلعت على ألمانيا، وإني الناس طلعت على ألمانيا وكان مفروض نضل في بلدنا. My name is Mohammed. I'm from Syria. How old are you? How old are you? 14. 14. I don't have any brother. Three monkey sisters, they always jump on me and wow. They always punch me. جدو لو أنا ما توقعت هيك في أول يوم أعمل رفقة. هلا عن جد ما بقى من حسن، ما بقى محتاج لنكتب بقى بالعربي أبدا. أبدا بعرف. بس أبدا نتعلم الألماني. لا لا تنسي بالجامع. ما رح تسجل بالجامع. أنا رح أتسجل. بعد راجع على بلدي أكيد، إذا صلحت بلدي وإذا ما صلحت أنا راجع على بلدي أكيد. أنا مجرد لاجئ على ألمانيا لحتى أشوف مستقبلي وشوف ومشي دراستي، لأن تمالي ألماني. هي فترة مرحلة تعلم ألماني، وبعدها ما رح نحتاج لمصرات ولا نحتاج لشيء، رح نحتاج بس لعرق جبيننا. الواحد ما بيحسن يترك وطنه.